التي حظي بها نائب رئيس الشركة الصينية للاستثمار السيد بانغ دونغ سينغ سمحت له بأن يؤكد لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بأن شركته تعمل مع الحكومة التشادية برغبتها في الإسهام ومرافقتها لها في تحقيق المشاريع التنموية. وخلال المقابلة التي جرت بحضور مساعدي فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو في الأمانة العامة والمكتب المدني ووزير البنية التحتية والنقل عبد الرحمن مختار، أكد الوفد الصيني لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو بأنهم جاهزين للعمل وتفعيل الشراكة مع تشاد لأنها دولة تنعم بالأمن والاستقرار ولها علاقة متينة مع بلاده الصين. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو أكد لنائب رئيس الشركة الصينية الدولية للاستثمار سيجوكوك بأن الحكومة التشادية على عهدها في التعاون مع الشركة لتنفيذ مشاريعها بالبلاد. وأعرب نائب رئيس الشركة الصينية الدولية للاستثمار سيجوكوك بانغ دونغ سينغ عن تجديد نواياهم وبذل المزيد من الجهود لإكمال المشاريع الثلاثة المتمثلة في فندق توماي وبناء كوبري شاري بالإضافة إلى رصف شارع توماي. وتعتبر الشركة الصينية الدولية للاستثمار سيجوكوك شريك فاعل للحكومة التشادية حيث تقوم بتنفيذ مشاريع تتعلق بالبنية التحتية بالإضافة إلى كون أن الشركة الصينية قد أسهمت ونفذت العديد من المشاريع بالبلاد.